طيب هاي الخطوة احنا اوريدي عملناها ريجستر ديفايس موديل، فكله يعني مش ضروري، هذا كله معمول. واخذنا احنا الجيسون فايل، اخذناه من خطوة رقم 3 على ما اذكر، اللي هي اخذناها الفايل هذا اللي هو حكيت عنه المهم، اللي انا حطيته هي هون جيسون. اوكي هذا فايل، هذا كان فايل تبع السيرفيس اكاونت، وهذا تبع الجيسون اللي هو اهم فايل حكيت عنه بالخطوة رقم 3. فهذا الفايل بس هو حكي لي انه حطه على الهوم دايركتوري تاع راسبري باي، فبدك تنقلوه للراسبري باي، حطوه بفلاش وحطوه كذا بطريقه تكون خاصه، حطوه في الهوم دايركتوري على الراسبري باي زي ما هو حكى هون. وهذا كمان بنقول اذا انتم شغالين من لينكس وهيك، لكن خلص اعملوه انسخوه على يعني فلاش او اشي وحطوه يعني هيك، فمش يعني نقله مش مشكله. تمام. فخلينا هسا نروح عند انستول اس دي كي. هاي هيك معناتها هاي الخطوه خلصناها.